أتذكر إن أنا أول ما جيت النادي الأهلي جيت هنا، جيت سنة 71 جاي ألعب كرة طايرة، فكابتن بتاع مدرب كرة طايرة كابتن توفيق شهاب ربنا يديله الصحة، قعدت اتدرب معاه أسبوعين وشاف إن أنا ما أصلحش للكرة الطايرة، فقال لي يعني ممكن تلعب لعبة تانية مش لازم تلعب كرة طايرة. قلت له ما اعرفش العب كرة الطايرة. قال لي لا ما تلعب كرة يد، كان ملعب الكرة الطايرة جنب كرة اليد على طول. قلت له ما اعرفش وما اعرفش حد. قال لي تعالى، وراح موديني ونادى على كابتن سيد امين ربنا يديله الصحة هو كمان. يا كابتن سيد امين بعت لك هدية. كده بهذا اللفظ. رحت للكابتن سيد امين، قال لي انت لعبت يد قبل كده؟ قلت له لا. قال لي كويس، انت مواليد كام؟ قلت له مواليد كذا. قال لي اكوس لعبت بتاع ده؟ لا. قال لي تخش اجري مع اللي بيجروا دول. اللي بيجروا دول كانوا يمكن كان بدايه الصيف، فكانت اعداد كبيره جايه بتتمرن، فكانوا دول مثلا فوق الخمسين او الستين واحد بيتمرنوا بالتتابع الايام. بالتتابع الايام انا طبعا مسكت في الليله دي، وكنت مصمم ان انا اتعلم واعرف، لان طبعا ما كنتش اعرف كره اليد دي بتتلعب ايه او ايه قوانينها او نظامها. وكابتن سيد امين كان اول مدرب علمني يعني ايه كره يد بدايتي. الخمسين او الستين اللي كانوا بيجروا معايا دول ما فضلش منهم ولا حد ولا واحد، ده انا الوحيد اللي فضلت. وساعتها كان في اول فرقه في كره اليد كان مواليد تحت 16 سنه، فراحوا ضموني للفرقه. كان فيها بقى الكابتن فوزي فضالي والله يرحمه الكابتن جمال شمس وناس كتير كانوا موجودين في الفرقه، وانا دخلت بقى عليهم. ما كنتش مجرد واحد سنيت، كنت مجرد لعيب معاهم اساسي في الفرقه، يعني من اللي يمكن من السبعه او يمكن اول تغيير كنت انا اول واحد اغير معاهم. وكان كل المدرب بيتمرن معاه، كل المدرب بتمرن معاه كان بيديني اضافه وبيحقق لي نجاحات في المجال ده. احنا كان من احسن البطولات اللي احنا لعبناها او اقواها كانت بطوله الدوري، يعني معلش سامحيني في الذاكره مش متواخدها بالقبل مش عارف، بس كانت في طنطا، وكنا ساعتها بنلعب نادي سبورتنج على بطولة الدوري. نادي سبورتنج ده كان فيه احسن لعيب في مصر الكابتن جابر سعيد، ومجموعة كبيرة جدا من اللعيبة الأقوية جدا، يمكن منتخب مصر اغلبه منهم، يعني في ناس من كتيرة منهم. وكنا احنا متعادلين في النقاط، والماتش ده هو اللي يحدد مين فينا بطل الدوري يعني. فكنا بنلعب في طنطا في ملعب زي ملعب الكوره، وعملوا لنا ملعب هاندبول، ملعب على انجيله زي كده، ما كانش فيه صالات كتيره زي دلوقتي، ولا بس عشان لقوه المباراه وحساسيتها، وعن عشان يعملوا حواليك خدمات امنيه تامن اللعيبه، فعملوه في ملعب الكوره. وساعتها لعبنا الماتش خلص درو، ولعبنا اكسترا تايم، وجبنا جون المكسب في الثانيه الاخيره من الشوط من الاكسترا تايم الثاني، وده كان يمكن فرحتها جامده جدا. واللي كان جاب الجون ده يمكن واحد من اللعيبه الجمال اللي طلعوا معانا برضو، اللي هو الكابتن احمد جلال. كان فرحه غير عاديه، لان احنا كلنا كنا صغيرين في السن، اغلبنا كان صغيرين في السن. كان معانا كابتن مسعد عباس، كان معانا كابتن عادل خوجة، كابتن فوزي طبعا، وجمال شمس الله يرحمه، وكابتن سيد عبد العال. لا كان مجموعة يعني نقول ايه، خبرات كبار مع حيوية ونشاط ولاد صغيرين، ناس كويسة. بس يعني في منتخب مصر، انا دخلت منتخب مصر سنة 81، كان الدكتور حسن مصطفى كان هو المدرب المنتخب، وكان هو حاططني في المقام الاول في الديفنس في الدفاع. و
كان بيعتمد عليا في الدفاع في المنطقه الخلفيه، اللي يعني ما اعرفش هو شايف فيا ان انا عندي قدرات او امكانيات، ان انا عندي توقع كويس، عندي سرعه رد الفعل، عندي اسرع في بالنسبه للتحركات المهاجمين او قفل الزوايا على في البلوكات للمصابين الخارجيين. حابب اقول يعني ان النادي الاهلي كان صاحب فضل كبير عليا في حياتي العمليه وفي حياتي الرياضيه. سبب حب الناس ليا او تعاملهم معايا كانت اساسها النادي الاهلي، ومن خلال النادي الاهلي في حياتي العمليه في وظيفيه كضابط شرطه اديتني وضع وبرستيج قوي، ساعدتني في ان انا اكون في اماكن كويسه، ساعدتني ان انا استمر في مجال الرياضه سواء كلاعب او كمدرب بعد ما بطلت. وطبعا يعني مهما قلت ومهما نعت، فاذا كان النادي الاهلي كان، انا قلت لك في البدايه انا ماليش مكان غير يا بيتي يا شغل يا النادي، فانا النادي الاهلي بعتبره بيتي التاني، يعني مش البيت وان ما كانش يمكن في اوقات كتير الاولاني اللي انا كنت اخرج من الصبح ما ارجعش لاخر النهار، فكان البيت الاولاني ده ما كنتش بشوفه كتير يعني، فيمكن بيت النادي الاهلي ده كان يمثل لي حاجه كبيره ان عشت فيه لحظات جميله جدا سواء كلاعب او كمدرب.